ما انت قلت. انا ببني، هو ده العنوان، انا ببني. فوانا ببني لازم انت تبقى في ظهري، ما تقعدش ابني طوبة تروح جاي بالفاس ضارب، ما اقعدش اطلع بدور تروح جاي مفجرهولي، ما تقعدش طول ما انا بشتغل وبلصم من هنا وبحاول تحدث اجيب من فيا. هنا تقعد تشكك فيا. كلام للكل، بداية من رئيس نادي مرورا بمدير فني ثم لعيبه. ما تقعدش تكسر فينا، ما تقعدش تكسر فينا لاني ببني. سيبنا اشتغل، سيبنا اشتغل لاني بنيت قبل كده وخدت بطولات قبل كده. فالنهارده النتائج ليست المعيار الاساسي في مرحله البنى. ليه؟ علشان ما تضغطش عليا تخليني اخد قرارات غلط وانا مش في مرحله نتائج، انا مش في مرحله حصد بطولات. عشان يبقى الكلام واضح، دي قناعات انا، قناعات انا كراجل شغال في الكوره بقالي سنين. المرحله اللي احنا فيها دي يا خالد مش مرحله حصد بطولات، المرحله ديت مرحله ان انت بتبني تيم قادر على انه يحصد بطولات. فمن فضل حضرتك ولو سمحت ما تطلبش مني دلوقتي تمام ان انا اروح اكسر الدنيا مثلا في البطوله العربيه واجيبها واجي، لا. يبقى انت كده لا يكلف الله نفسا الا ايه؟ الا وسعها. فرقه نادي الزمالك محتاجه بعض التدعيمات، فرقه نادي الزمالك محتاجه ان الراجل خلاص يبقى تشبع تماما وعرف تماما كل صغيره وكبيره عن امكانيات اللعيبه الحقيقيه. شايفين الكيرف في الطالع، شايفين الامور اتحسنت باستثناء لقاء النادي الاهلي الاخير الشوط الاول بالمناسبه، صح. يعني الشوط الاول صح. والشوط الاول هو خد ريسك فيه وكان ممكن يطلع اسهل من كده بكتير، يعني المباراه كانت ممكن تطلع اسهل من كده بكتير، هو اللي صعبها علينا كلنا. وغير الشوط الاول وصعبها الجول اللي جه في اول دقيقتين، لو ما كانش جه برضه السيناريو مش كده، ما كانش مش هتف... كده. لا هو من البدايه، من البدايه انا واخد ريسك بشكل كبير قوي، اللي واقف على رجليه احترمك اكتر منك بكتير، وانت اللي لسه بتقول بسم الله. هو يعني قال لك انا اضرب عصفورين بحجر، المهم يعني ما فيش مشكله، غلطه من مدير فني في مباراه مش مهمه بالمناسبه خالص، يعني مباراه لا تقدم ولا تاخر في نادي الزمالك في حاجه، وبالتالي ما عندناش مشكله، بنرمي ورا ظهرنا وبنبص على اللي جاي.